على سلامتكم واش راكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحه وعافيه. كما راكم تشوفوا اليوم في هذا الفيديو راني حابه نوري لكم المنتوجات اللي راني نستخدمهم حاليا للعنايه بالشعر. بلا ما نطول عليكم رايحه نوري لكم اول حاجه اللي نستخدمها. دونك قبل ما نغسل شعري لازم ندير له ان بان دويل. دونك شاك فوا نستخدم زيت للعنايه بالشعر. دونك من داك نستخدم هذا المنتوج كما تعرفوه كامل. هدايا زيت جوز الهند، هدايا بزاف هايل. دونك شاك فوا تخلص لي هكا باطا نعاود نشري باطا واحده اخرى. هذا من شركه هيماني، وكاين اللي ما تلقاوش في هذيك مكتوبه جوده عاليه. دونك نتوما كي تشو رو ماركيو باللي كاينه هذه الكتيبه بالاحمر جوده عاليه. دونك هدايا تلقاوه بارتو، تلقاوه عند لي بيع الكوزميتيك، تلقاوه عند لي بيع الاعشاب ومواد التجميل. هدايا بزاف هايل، راح يعطيكم واحد النعومه والبريق للشعره كي تدوشوا ولا حتى كي ديروا البروشينغ ديالكم. دونك انا كيفاش نابليكي هذا زيت جوز الهند؟ دونك قبل ما نغسل شعري نحطو، وماذا بكم تغلفوا شعركم بسربيته ولا يعني بالبلاستيك كما حبيتوا. المهم تكون هناك هذيك الحراره تاع الشعره اللي راح تفتح المسام وتخلي الشعره تشرب هذا الزيت. ادخلوه تخدموا به شغلكم، تجوزوا به وقت تمزوا تسوي على الفوق، كل ما يكون يعني فوق الشعره كل ما يكون خير. ابخي كي تتحموا وتغسلوا شعركم رايح تحسوا باللي ما كيدوشوا شعركم يزلق وحده. تلقاو لي بواط من الصغيره للكبيره، هذه لا موين، كاينه اللي تحتها صغيره شويه وكاينه اللي كبيره. وزيت جوز الهند ما يستخدمش فقط للشعر وانما لكامل الجسم في الترطيب. دونك هذا بزاف هايل وننصحكم به. بوغ لو بري كل بلاصه كيفاش تلقاوه، هو راه يدور بال 50 حتى ل 100. كاين هدايا زيت سابرينال من ماركه سابرينال، هذا فيه كل الزيوت اللي يحتاجها الشعر، وهذا للشعر الجاف والعادي. فوالا هنا كاين طريقه تاع الاستعمال، يعني هذايا تابليكي في شعرك ابخي تغطيه بوني، سينو يستحسن منديل يكون دافئ سربيته تشمخيها وتحطيها فوق شعرك، سينو ديري ان ساشي من الفوق وتزيدي دير سربيته دافئه، ومن بعد تيك تخلي هاد الزيت 10 دقائق وكثر. كل ما تخليه معناتها راح يكون احسن. ابخي تغسليه مره بالشامبوان وتزيدي له الغسله الثانيه. دونك كي تغسليه رايحه تلقاي نفس النتيجه كيما زيت جوز الهند، شعرك ناعم ولامع. وحاجه اللي مليحه فيه انه يعني بلا ما تشري بزاف زيوت، هدايا راهو فيه خلطه تاع عده زيوت. هذه لا ماركه صابرينا، شريت المنتوج تاعها هذا، وشريت ايضا اون بوماد مزيله للعرق بزاف هايله، يعني فيها ريحه بزاف طيبه. دونك انا عجبتني. كاين هذا الزيت كيما راكم تشوفوا راني استعملته ديجا، هذا بزاف بزاف هايل، واسمها الخلطه العجيبه، مكتوب اصلي مطوره. هذه تمنع تساقط الشعر وتطيل الشعر. هذه شريتها عند هذوك العشابين اللي يبيعوا الاعشاب والمواد التجميل، شريتها 88000، يصلح جميع انواع الشعر ويستعمل مرتين في الاسبوع. هذا فيه كل انواع الزيوت كما كنت قراو، زيت حبه البركه، زيت اللوز، زيت الخروع، زيت الثوم، لافوندغ، زيت الصبار، الجرجير، البنفسجي، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، عشبه المدينه، بدر الكتان، الارقان، كبد الحوت، زيت الحرمل، زيت البابون، اكليل الجباب، الافوكادو، زيت المحلب، زيت العرعار، دهن الحيه، زيت السدر، زيت الخردل، زيت السمسم والمرداقوش. دوك هادو زيوت كامل لمهم في هذه الخلطه اللي بزاف هايله عن تجربه. يعني النساء اللي راهم يتساقط شعرهم يقدروا يستخدموه، ايضا البنات الصغار تقدروا تابليكيو لهم هدايا الزيت في شعرهم. يعني في الويكاند كي ما يقراوش ديروا لهم هذا الزيت وتخلوا باش شعرهم يطول. دونك انايا بزاف بزاف عجبني، قال لك والنتيجه خلال 10 ايام. هادو ما الزيوت اللي نستخدمهم قبل ما نغسل شعري. دوكا نروحو لغسيل تاع الشعر، وشنو هما لي برودوي اللي نستخدمهم؟ عندي هاد الشامبوان تاع دوف بزاف يعجبني. دونك عندي هو لابري شامبوان بور لي شوفو كولوري. دونك لابري شامبوان خلاص لي، سينو هدايا شامبوان مازال بزاف هايل، تحسو شعركم بزاف غاد ليس. يعجبني
ولا مارك دوف غنية عن التعريف. نعرفوا انه السلفات يضر بزاف الشعراء ويكسرها ايتو، دونك سورتو كيكونوا كيكون شعر فيها سوان ولا يكون شعر فيه لا كولور ايتو راح يخسر الشعره. دونك ماذا بكم انسى اللي دايرين جو سي با نايدين لا كيراتين لا بروتيين ان سوان بور لي شوفو وشعرهم تاني مصبوغ راح يكون يعني شعر سنسيبل، شعر راح تكون سنسيبل، دونك استخدموا شامبوان يكون من الافضل سان سولفات كيما هذايا شامبوان تاع فينوس سان سولفات. هذا بزاف هايل بور لو برين شي 17005 سان بارابن اي سان سيل. هذايا هايل يعني لو بري ريزونابل اللي ما يقدرش يشي باسكو نعرفوا لي شامبوان سان سولفات غاليين، دونك لو بري راهو مليح وتاني يضاين معاكم. سينو كاين هاد لا مارك اللي اكتشفتها مؤخرا وشريتها في أغديس، هادي تاع ايكو شيك. هادي تاع ايكو شيك فوالا انا شريت هاد الزوج ايكو شيك. كاين بون هذا بور لو شامبوان كيما كتشوفوا جاي في الروج، هذا باسكو بور لي شوفو كولوري، وهذا لابري شامبوان ديالو. هذا بزاف بزاف هايل. انا شريتو هذا كيما قلت لكم لي شعر الملون سون سولفات، وثاني بزاف فيه الانواع، كاين الشعر العادي للجاف للمتكسر الملون يعني اللي حبيتو. انايا شريت هذا باسكو كيما قلت لكم عندي لا كولور في شعري ولقيت عليه بور لو بري نورمالمون 130 دونك للقرعه ما يفوتش 40000 للقرعه، وفي حتى لي جيل دوش ديال هاد لاما. هاد لو شامبوان تاعي تاع بروتيليس لاني شريتو جديد باش نجربو وراح نقول لكم النتيجه اسكو مليح اسكو ما عجبنيش. دونك تقدروا تبعوني في الانستغرام ديالي samia.monde وراح نقول لكم اسكو مليح اسكو لا لا. دونك انا شريتو باسكو شتهم يشكروا فيه بزاف في لي ريزو سوسيو. هدايا توجور بور لي شوفو كولوري ا باس دو فيتامين او كيما كنت قراو و سان سولفات سان بارابان اي سان سيليكون فوالا. وهذا لابري شامبوان ديالو سوا بروتيين بلا فيتامين او توجور بور لي شوفو كولوري. هذا تاني تلقاو فيه كل الانواع، كاين بالثوم كاين بالصبار كاين بزيت الزيتون. بور لو بري شي تلقاها وحده ب 35 دونك لي دو سقامو لي 70 شعر. واش ندير دونك كي نجي نسلك شعري رايحه نستخدم الزيت واش رايحه ندير؟ عندي هدايا بزاف بزاف هدايا تاع دكتور غاشير سيروم اللي مخدوم بالذهب والكيراتين، نديرو مور الشعر وكي نديرو يعني يجيني لو بروشينغ بزاف بزاف ساهل. سينو كاين هاد لو سيروم تاع توب ماجيك سون سولفات، كيما راك تشوفوا الباكاجينغ ديالو بزاف هايل ترو كلاس، ميم تحطوه يعني سور لا كوافيز تحطوه في سال دو بان يعني يزيد زين لا كوافيز. كاين هاد لو سيروم تاع فاتيكا، هذا كنت استخدمه من قبل يحمي الشعره من البروشينغ، مخدوم بالارغان والبابونج والجلجلان. كاين هاد البرودوي تاني بزاف هاي الشعره من البروشينغ ومن الحراره تاع السيشوار. كيما راك تشوفوا ماكس ليس يزيد يعطي نعومه ويخليكم شعركم غاد كي تجبدوه. تشوفوا شعركم كامل بهاد البرودوي وتبداو ديروا لو بروشينغ ديالكم، وكيما راكو تقراو ليساج رابيد 3 جوغ. هذا لو سيلينيوم اللي نشربو سي دي فيتامين مكملات غذائيه. هذا سيلينيوم كيكون في الكور ديالكم سورتو حنا النساء ينحبط لنا الفيتامين دي تو، راح يكون هناك تساقط للشعر. خدو صافا ماوش يطيح شعري بزاف فيتو لانه مكمل غذائي والشعر راح تقوى كي تلقى الفيتامينات المناسبه، وهذا يقوي المناعه ديالنا. نشري هذا تاع ابو السعد يدير 20 ميل حتى 25 ميل فيتامين او. وكاين هدايا اللي تباع في لا فارماسي. ها اخنا وليت لكم باللي دواواتي نقطعهم كاع في اون بواط باش نمشيها معايا وين نروح. هكذا هذا لا فيتامين او اللي تباع في لا فارماسي. واش ديروا؟ تحكموا الشامبو ديالكم اللي راكو دوشوا به، ترموا قطيرات لداخل هكايا باش راح تستفيدوا من ليفيكاسيتي تاع الفيتامين او. سينو كاين هادوما الفيتامين او اللي تباع في لا فارماسي، هادوما سي دي كومبريمي اللي تقدروا تشربوهم. وتاني تقدروا تفرغوا 4 ولا 5 في الشامبو ديالكم. فوالا
ولا تزيدوهم فوق شعركم كي ديروا امبانتويل وراح يعطيكم يعني نتيجه هاي. وبس كان نهضروا على السيشوار والبروشينغ وكل ما نحب نشارككم تجارب ديالي حبيت نوري لكم هاد لي ساك اللي انايا شيتهم صافي عندهم 6 ans شيتهم في بازار حمزه في باش جراح لي يعرفوا فوالا سبيسيال تلقاو فيهم كاع لي كولور وتلقاو فيهم لو ديسان اللي راكو حابين تشرو كيما كاين فوالا حمام كاين سيشوار عندي واحد اخرين راح نوري لكم في الفيديو تاع التنظيم عندي هدايا هاولي في سيشوار فيه هو وفي لي تات ديالو هامليك هذا من لا مارك سوناشي فرانس عنده 6 سنين ملي شريته وبزاف هاي جا حفواياج ولا ندي هاد لو ساك ديريكتومون ما نقعد نحوس ما نقعد ميم شوفوا يعني الكاليتي تاعهم ماشي داك الموديل اللي تقشر ولا يفسد بون انا لو بري شريت لا سيري كامل شريتها ب 500000 و بور لو ليسور فوالا انا درت بدلت لهم درتهم في هذه تاع الحمام باسكو تاع لي مرسو فيها ليسور جايه شويه صغيره ودرت فيها حوايج واحد اخرين هادي فوالا شوفوا يتحلو بالسلسله لو ليسور ديالي هذا تاع براون عباكم هذا عنده برسك 10 عام اللي شريته والحمد لله مازال الان نخدم به ولي سي شعري سوبر بيان يعني ماشي قايتك يحرق لي الشعر ولا هذا فداك الوقت شريته 9000 دينار مي دوكا حبطو وخرجوا دي مارك وخرجوا يتو يتو فوالا وعندي هذا تاني لي نوندولي به شعري دي جيتا شفتهم هادوما في الحاميس انا حبيت نشارككم في هاد لا فيديو لي سيرتات لي عندي هكا باش تاخذوا فكره لي نستخدمهم في الدار كي ندير بروشينغ ولا كي نخرج بهم مع لي بولتا صوف فوالا ولا هادو مع لي بيجاما يعني هادو ما شريتهم كاع ايتيك عندهم لا تيونو ديالهم مع من نلبسهم فوالا هادو ما اللي نستخدمهم كي ندير دي كوماج سينو تاني نعطيكم تدبيره كما تشوفوا هاد لا بواط اللي كانت فيها شوكولا فيغيرو خلاصت فوالا راني مخبيه فيها لي سيرتات اللي عندي يعني درتها في القجر ومخبيه فيها هادوما لي سيرتات اللي كاين فوالا كما راكو تشوفوا هادوما شيت قالي كولور باسكو بزاف يجو شابين مع الشعر كي كيديروا لو بروشينغ ايتو وتلبسوهم يجو بزاف بزاف شابين دونك شيت 3 منهم وشيتهم هادوما في واحد الحانوت جاي في صالون بي يبيع غير لي اكسسوار هاد لا بوط تاع فيغيرو كيما راكو تشوفوا شايحه ديالها رايحه تقدروا تستخدموها زوج حوايج تقدروا ديروها ان بلاطو ميغوار ديروا لها دوك رجلين هنايا تلصقوهم بالبيستولي وتزينوها باش حبيتو بهذوك لي اكسسوار اللي تباعو عند اللي يبيعو الخياطه ولا دوك العقيق شاتيتو ولا تخلوها كوم اون بواط هكذايا وتخبوها في القجر ديالكم في لاكوافاز وتاني رايحين تغلفوها كوسوا بقماش شباب كوسوا بلو فوال كوسوا بعد فوغور اللي خرجت ولا بهذاك العقاش كيما قلت لكم دي زاكسيسوار كيما حبيتو ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير نشكركم على الوفاء زابوني لي راهم يزيدوا في كل مره ماذا بكم اللي راهو يشوف اليوم لا فيديو مازال ما ابوناش نقول لكم ابونيو في لاشين فعلوا الجرس باش يحكم كل جديد وما تنساوش تخلونا جام او كومونتير اللي تخلونا فيه كل التجارب ديالكم الحاجه اللي تعجبكم اللي ما تعجبكمش بلا ما ننسى المشتركه سيلين فلورا مشتركه وفيه نقول تحياتي ليك كل المشتركات على طريقتكم الجميلة المشجعة سيرين فلورا قالت لي في الفيديو تاع الكوزميتيك يعجبوني يديك قولي لي كيفاش تعتني بهم اكيد حبيبتي رايحه ندير لك فيديو خاص للعنايه بالايادي مالغري الشغل ولي برودوي تاع الميناج فوالا بهذا نكون لحقت معكم لافان ونقول لكم تبقاو على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.